يا شباب، تقريبا اخر مسألة اللي احنا عملناها كان هي ديت معاها ار واحد وار ثلاثة، ودي كان معاها ار واحد وار ثلاثة، وكان في بي واحد اهو، بي واحد اتعمل تحت عادي يعني، ودي واحد فوق او تحت مش تفرق، وهنا ار واحد وسي واحد وار اربعة، فهمت واحد وار ثلاثة ودي نوت، ار اتنين وار اربعة، وادي بي نوت وار اربعة، بعدين ار خمسة بس، بعدين ار اتنين وار اربعة كده، ار تلاتة وار خمسة مع بي نوت، مظبوط كده كده مظبوط. يمكن انا بس في البتاع ممكن انا بشرح، كتبت هنا دي ار واحد باين، وبعدين لو كتبها ار اتنين، انت هتلاقيك في القوانين كتبها ار اتنين، وعملت الشغل اللي هو هنا اهو، او سي نود ودي نود، وتشيك على اللي بعديه، وتشيك على كل واحدة، تشيك على اللي بعديه. تعالى بقى ندوس ستارت، ممكن نزوم بقى شوية نبص على السلندرات. اهو ده الستارت. اوكي، عملت ستارت، هيبقى ادي عمل البي بلس، هيعمل ايه بلس، طب اقول فليب، ماشي معلش ثانية واحدة. بي بلس هو في حاجة انا عاملها غلط؟ معلش معلش، عمل بي بلس ايه بلس، انا بس كنت حاطط حاجه هنا، كان الدكتور بيوريكوا حاجه في المحاضره فانا نسيت ان انا حاططها. بعد كده البي ماينس، بعد كده دي بلس، بس خد بالك ان هي حاجه واحده بس اللي بتشتغل، خد بالك انت يعني، بص هو لاين لاين بس منور هنا وهكذا يعني. بعد كده دي ريموت، بعد كده بي بلس، بعد كده A بلس، بعد كده B ماينس، بعد كده بقى هيطلع C و D مع بعض، ده وده يطلع مع بعض. جميل. بعدين يرجع ال A ماينس، بعدين يرجع هما الاتنين. يعني هو في الاخر برضه بقى فيه لاين هو اللي فيه كهرباء بس، بس مش مشكلة يعني، الدكتور هيتغاضى عن ذلك الأمر يعني، وأنا زي ما قلت لك الموضوع فيه ساعة يعني، طالما احنا ماشيين بقوانين وستيبس والدايرة اشتغلت تمام يبقى احنا ماشيين إن شاء الله، إن شاء الله صح يعني. طب أنا بس كنت نفسي أجرب إن أنا مأحطش السيلف سستين ده، أجرب بس تجربة إن أنا مأحطش السيلف سستين دوت، وعملت كده. في الغالب ممكن ما ينفعش ان ار خمسة دي، ممكن ما ينفعش، شوف احنا بنجرب مع بعض. ان شاء الله يعني ممكن تتعمل، لان ار خمسة بترجع على الاثنين دولت، فهي مسؤولة عن الاثنين دولت، فلو انا عملت تشيلتشز اعتقد انها تشتغل ان شاء الله. عملت الاي ماينس، تعالى نشوف بقى، الله ينور عليك. يبقى احنا كده ما كناش محتاجين في اخر حته نعمل حته السيلف سستين، عملتها صح، ادي البرنامج ثبت لك ان انت لو ما عملتهاش يبقى ايه، يبقى هي افضل، هتبقى افضل لو ما عملتش سيلف سستين في الايه، في الاخر. خلاص يا شباب.